لا ناخد ساعه. ايه حضرتك اديته ساعه؟ ابن نجل الزعيم. لا 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 انا شبيه زعيم يعني، يعني بيقال ان انا شبيه زعيم. اسم حضرتك؟ انا اسمي حجاب عبد الله محامي. محامي. منين اصل حضرتك؟ انا اصلا جنى قشطه. يعني مفيش اي صله قرابه ما بين حضرتك وما بين الزعيم؟ طيب الشبه الكبير اللي ما بينكم انت شايفه ازاي او اثر ازاي؟ والله هي ده يعني انا جينات وراثيه او الله اعلم. هي انا طلعت لقيت نفسي شبيه الزعيم. واخواتي على فكره نفس الكلام. الناس يعني بتقابلك ازاي؟ الناس بتقابلني بحب، كل حب ماده، كل الحب اللي كان للزعيم بينقلوه لي يعني، بينتقل لي دلوقتي حتى الشباب الصغير يعني. الشباب الصغير لما بيقابلك طبعا بيقول كل سعيد ان عبد الناصر تاريخ وزعامه ويعني تاريخ لا ينسى. حتى وجدت هنا قبل كده؟ تيجي كل سنه لضريح؟ طبعا انا باجي كل سنه ثلاث مرات. احنا يعني بنيجي في الميلاد والوفاه ذكرى 23 يوم، فكل الناس كلها تعرف التاريخ يعني. حضرتك عضو في الحزب الناصري مثلا او ليك اي انتماء سياسي؟ انا والله عضو، انا عضو في كل ما هو يتعلق بزعيم عبد الناصر. كل التيارات الناصريه انا بعتبر نفسي عضو. يعني حضرتك كل محب لعبد الناصر محب ليا، وكل من يعشق الزعيم انا عاشق ليه ومحب ليه. اذا الموضوع ما تحاولش شبه بس ده هو بقى. لا طبعا لا طبعا ده ما يعني مبادئ زعيم عبد الناصر، ده الفكر زعيم عبد الناصر هو 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 مسيطر على شخصي ومسيطر على تفكيري. تمام.